هنكمل الفصل العاشر، وهو واجبات وأخلاقيات فني سجلات طبية وإحصاء. إيه دور بقى فني السجلات الطبية والإحصاء؟ الإلمام باللغة الإنجليزية والعربية، لازم يكون عارف اللغة الإنجليزية والعربية. إجادة المصطلحات الطبية، لازم يكون عنده ميديكال ترمينولوجي أو المصطلحات الطبية. متابعة استكمال الإجراءات على السجل الطبي غير المكتمل مع الأطباء، لازم يراجعها مع الأطباء من خلال تنظيم البطاقات الخاصة بذلك. الإشراف على نظام حفظ الملفات الطبية. تحضير أي إحصاءات طبية تطلب منه. القيام بأي مهام أخرى يكلف بها ضمن اختصاصاته. تجميع البيانات الإحصائية عن مختلف الأقسام يوميا. واجبات فني صيانة الأجهزة الطبية، تعتبر أهم واجبات ومهام في مهنة فني الأجهزة الطبية هي المحافظة على ديمومة عمل الأجهزة الطبية وإصلاح إعطالها وعمل الصيانة الوقائية لها، الأنظمة والأجهزة الطبية التي يتم التعامل معها، أنظمة وأجهزة العمليات والإنعاش، أنظمة وأجهزة التصوير الطبي، أنظمة ومراقبة المرضى، أنظمة وأجهزة أو أجهزة الغسيل الكلوي، أجهزة التعقيم أو غسيل الكلى، أجهزة التعقيم، أجهزة معالجة أمراض القلب، أجهزة الضغط، أجهزة العيادات المختلفة، وأجهزة العناية التنفسية. معايير السلامة في المستشفيات، في معايير السلامة في المستشفيات ومعايير السلامة للمرضى ومتطلبات السلامة للعاملين في المستشفى ومهام عمل إدارة أنظمة الأمن والسلامة. نيجي لأول حاجة، معايير السلامة في المستشفيات. التعامل السليم مع النفايات الطبية، مع توفير معدات الوقاية الشخصية الخاصة بكل موظف، سواء كان الموظف ده ممرضة، الموظف ده ممرضة أو طبيبة أو عامل نظافة. رقابة تطبيق تعليمات الوقاية لدى كل العاملين. زيادة الوعي لدى عمال النظافة حول المخلفات الطبية من خلال توفير الكتيبات للعاملين والزوار. تدريب عمال النظافة حول طرق التعامل والتخلص مع النفايات الطبية. التأكد من تطبيق الزوار والمراجعين والعمال لكافة قوانين السلامة. التأكد من صلاحية مخارج الطوارئ. التأكد من صلاحية ووجود أجهزة الإنذار وكاشف الدخان. التأكد من تطبيق كافة تشريعات السلامة المهنية والصحية. التدريب على أهمية السلامة للموظفين والطاقم الصحي. الإدارة على عمليات التنظيف والغسيل وتوفير اللوحات الخاصة بالسلامة المهنية. معايير السلامة للمرضى، تعريف المريض بالطريقة الصحيحة عن طريق التعريف باسمه ورقم دخوله. تحسين وسائل الاتصال الفعالة من خلال تجنب استخدام المختصرات غير المفهومة مع المريض وتسجيل كافة أساسيات الدواء قبل إعطائه للمريض، مثل اسم المريض، اسم الدواء، الجرعة، طريقة الإعطاء والوقت. تأمين استخدام الأدوات ذات الخطورة العالية من خلال وضعها في مكان مخصص وعليه علامة خطر، حط عليه علامة خطر، مع مراجعة الأدوية من أكتر من ممرض قبل إعطائها، أو بيسموه ده الدبل تشيك أو التربل تشيك، كل واحد يعمل إيه مراجعة. تحديد مكان العملية والتأكد من الجهاد العملية مع وجود نموذج المرافقة على العملية والشامل لكافة البيانات المطلوبة. تقليل تعرض المرضى للسقوط لمنع الإصابات من خلال وجود الممرض عند تحرك المريض، وجعل الأسرة الأسرة نقصد بالسرير يعني في الوضع المنخفض، مع توفير الإضاءة الجيدة ورفع حواجز السرير أو الأسرة عند اللزوم. تقليل انتقال عدوى المستشفيات من خلال غسل الأيدي بعد كل إجراء وتوفير وسائل غسيل أو غسل الأيدي.
متطلبات السلامة للعاملين في المستشفيات، إجراء فحص طبي للعاملين عند الالتحاق بالعمل مع الحرص على الفحص الدوري، التأييد بكافة شروط السلامة المهنية الموضوعة من الإدارة، ارتداء مستلزمات الوقاية الشخصية خلال العمل كقناع الوجه، تسجيل كافة الحوادث في سجل السلامة المخصص للعمل. دي متطلبات السلامة للعاملين في المستشفى. آخر حاجة، مهام عمل إدارة أنظمة الأمن والسلامة عن طريق معرفة القوانين والتشريعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والمحلية والدولية، تقييم وتحليل مخاطر السلامة المهنية في المستشفيات، توفير خطة سلامة في المستشفيات للحفاظ على السلامة المهنية للعاملين تبعاً لنتائج التقييم وتحليل المخاطر، توفير خطة سلامة في المستشفيات للحفاظ على السلامة المهنية للعاملين علشان ما يحصلش أي مشكلة للناس العاملة في المستشفى، فبالتالي مش هتقدر تدي رعاية صحية للمريض، تخطيط طرق الإخلاء في حالات الطوارئ الخاصة زي الحرائق، تنظيم الأمن الداخلي للسيطرة على مصادر الإزعاج، تطوير عملية التعامل مع النفايات الطبية بالطرق السليمة، رفع مستوى السلامة المهنية لدى العاملين في المستشفيات طبعا، تطبيق شروط وإجراءات السلامة في المستشفيات بما يطابق أو بما يتطابق مع القوانين من دائرة الدفاع المهني، تنفيذ سياسة ضبط جودة الأداء مع التطوير المستمر لأساليب العمل. احنا كده خلصنا معايير السلامة في المستشفيات، والدرس ده مهم جدا لأنه بيحتوي على معايير السلامة في المستشفيات سواء للعاملين سواء للمرضى، وبيدي الأمن والسلامة للاتنين. مهم جدا إن احنا نعرف مادة العلوم الإنسانية كتعريفات وكمواضيع لازم نقراها كويس جدا، وأي تعريف لازم نحفظه كويس جدا ونفهم التعريف ده، لازم نبقى فاهمين كل جزء مكتوب في الشخصية في درس الشخصية، ونعرف إن أكتر من حد فينا عنده أكتر من شخصية، ونعرف إن السلوك ليه أساليب تعديل ونقدر نعدل من السلوك، سواء كان السلوك ده صعب تعديله لا نقدر نعدله، ونقدر نعرف ايه أدب مهنتنا سواء كان فني معمل، فني أسنان، معاون صحي، أو فني سجلات طبية أو أجهزة طبية. مهم برضو إن احنا نعرف الاتصال أو التعامل بين الأطراف، بينها بين الزملاء بين المرضى، لازم نكون عارفين برضو القوانين والضبط بتاعها. مهم جدا نكون عارفين الفريق الصحي الذي يتكون من الطبيب والممرضة زي ما قلنا، ونكون عارفين إن فريق العمل ده ليه أساسيات زي التعاون والاحترام المتبادل والعمل ضمن الفريق وتقبل الرأي الآخر وعدم الإساءة للزملاء، ولازم تكونوا عارفين العوامل المؤثرة في نجاح العمل الفريقي. مهمة جدا. أي تعريف لازم نحفظه ولازم نفهمه كويس جدا، وحق المريض مهم جدا 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 على كل الفنيين، اتباع معرفة حقوق المريض. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا.